حبيبي. عايز ايه؟ عايز ايه؟ ايه دولة بقى؟ عايز ايه؟ انت جاي دلوقتي ليه؟ عايز اتفرج على الفيلم يا دولة. الفيلم جه؟ فيلم ايه؟ ما عندناش افلام. يلا غور غور يلا. لا يا دولة بقى الفيلم يا عم بقى اللي هو رجل في بيتي ده يا دولة بتاع الفدائيين. راجل في بيتك وانت عندك بيت يا صايع. يلا يلا جاي لنا بالليل عشان نتفرج على افلام. يلا يا رمزي غور غور يلا. يا دولة بقى ده انا اتصلت بيهم يا دولة وقالوا له ان هم هيزعوه. اتصلت بمين؟ بالقناة يا دولة. طب القناة دي صوتها عامل ازاي؟ تش دي قناة السويس يا هبل. يلا يلا غور يلا. يا دولة بقى ما هو الفيلم يا دولة عن قناة السويس يا دولة وعن الفدائيين اللي هم احتلوا قناة السويس. الفدائيين احتلوا قناة السويس؟ يخرب بيتك شوهت التاريخ. والانجليز هم اللي طلعوهم بقى ولا ايه؟ بص يا دولة انا ان شاء الله لما هتفرج على الفيلم هبقى فدائي وانضم ليهم. انضم للانجليز طبعا. يا دولة بقى عايز اتفرج بقى فين العزومة؟ ولا بص انا مش عايز دوشة. اقعد اتفرج بس من غير دوشة خالص. يعني توطي التلفزيون على الاخر ها؟ عشان لو صحيتني من النوم هقوم اقتلك انت فاهم؟ وبعدين لو هم بيضربوا نار ولا حاجة توطي التلفزيون وانت كمان توطي عشان ما تجيش حاجة فيك. ماشي يا دولة. ماشي مش عايز دوشة. ماشي يا دولة. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت هتقعد على الكنبة ورجلك فوق؟ نزل رجلك نزل رجلك. لا طلعت رجل. انزل على الارض. اقعد على الارض. اقعد على الارض. اللي احنا نتبقى بقى اقعد على الارض بقى. على الله. نو نو ست ست ماشي ماشي ها. ماشي بقى دولة بقى اهو الفيلم اهو بقى. ياه الاستاذ عمار الشريف اهو الاستاذه زبيبه ثروت ياه بموت فيها. ومحمد رياض اهو ده كان كبير قوي ساعتها محمد رياض. عايزين نطرد الانجليز اللي بقى لهم 10 سنين لابدين ان هو في المحروسه. طب يا زعيم دول ناخد نفسنا طيب شويه ده احنا لسه مخرجين الفرنساويين من شويه كده اهو. يا عم يعني ايه المشكله؟ خرجنا الفرنساويين ونخلص الانجليز. ما احنا برضك مش هينفع نسيب محسن زغلول لوحده. مين محسن زغلول ده؟ ابن عم سعد زغلول. يا عايزين نبقى نجند البيت الرقاصه دي معانا. لا يا زعيم بس بقول لك ايه بقى انا نفسي افجر نفسي بقى. افجر نفسك؟ اصبر ما تقلقش يا عم. انت كل شويه تقول لي اصبر ما تقلقش اصبر ما تقلقش. انا عايز افجر نفسي بقى واشوف نفسي كده وانا طاير متفجر. تتقطع يا اهبط. اهلا 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 نورت يا منشري. بقول لك ايه ليك في مصر؟ انا ليا في كل حاجه مش في مصر بس. طيب اصل احنا بنكون خليه سريه. وراكي ايه بعد الساعه 3 بالليل؟ ابدا بس هي الخمره ولم الفارق وانقع خمره بكره. تنقعي خمره بكره؟ انتوا شغالين خمره بودره ولا ايه؟ دمك خفيف يا مضروب فشر علي الكسار يا غتي يا غتي. طيب سلفني بقى 3 جنيه دولة. يخرب بيتك يا ولا ولا انا معيش غير 12 جنيه اللي احنا هنجيب بيهم متفجرات من فجرني مول. ايه يا جدعان شكلكم كده من الفجائيين؟ ايه فدائيين؟ ايه ده لا ابدا احنا عملاء. ما تخافش يا اخويا اقول لك حاجه ديك النهار قتلت 3 جنرالات ودفنتهم في اسطوح عندي في الاوضه. ما تقلقش يا اخويا. لا مش قلقان ولا حاجه بس يعني انت بتاعه عمليه كبش الحلاليف اللي هي بتاعه الكامب الجديد؟ لا يا اخويا لا انا بستدرج الانجليز بمعسول الكلام. بمعسول الكلام يبقى الكلام مش هينفع هنا. ما تعرفوش بعض. انا جمعتكم كلكم من وسط 15 مليون مصري عشان اكون الخليه واكون الورشه الفدائيه اللي هتخلص مصر من كل الانجليز الظلمه. وبالتالي لازم كل واحد فيكم يعرف نفسه بنفسه. ولنبدا بالحريم اتفضلوا.
اسمي رانيا تغريد الطيور، مطربة بلد شهيرة قوي 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 قوي، وان شاء الله ان شاء الله لما نحرر مصر الحرة المستقلة مش هغني غير في الاوبريتات بس، ومش هنزل الاستديوهات بتاعة الالبوم بتاعي غير في عيد الثورة المجيدة. برافو عليك يا اخت رانيا، ودايما الفن يبقى في خدمة الوطن اللي بعده. سناء الكلوباتية رقصة وقال معايا. استغفر الله العظيم، عموما عندك فرصة كبيرة جدا ان انت تتوبي وتفجري نفسك. لا مؤاخذة، الرأس بيجري في وسطي، بيجري في دمي منذ نعومة أظافري، بس نادرا عليا يوم نخرج الإنجليز من مصر ونخليهم يجلوا عن هنا ويكفوا على وشهم وننتقم منهم لبطل رأس يا بيه واتجه للتمريض. شكرا، اتفضلي اللي بعده. وأنا غني عن التعريفة، رمزي أبو الرماميز ابن عم الزعيم دول حبيبي. أنا ما عنديش واسطة، هتطلع وطني بحق وحقيقي وهتفجر نفسك حلو هثبتك، لكن لو فجرت نفسك أي كلام ونحستني ونحست مصر، لأ أنا برفض. حاضر حاضر يا دولة حاضر، بس أنت يا عم لآخر مرة يا عم بوظت العملية يا عم. أنا العملية اللي بوظتها، هعمل لهم إيه؟ العملية كلها والخطة كلها كانت مظبوطة 100%. العسكري الإنجليزي هيخرج من البار، هطلع المسدس أنشن عليه أموته. العسكري خارج لي من البار سكران، عمال بيتطوح، أجي أنشن عليه كده عشان أضربه يقوم هو متطوح كده، أجي أضربه كده يقوم متطوح، أعمل له إيه؟ أعوره؟ ها. لا عندك حق يا زعيم يا دولة، عندك دول، انا نفسي اركب بقى دبابه. دبابه؟ معاك رخصه ولا هتتقبض عليك في محور المنيب؟ اني انعام صاحبه الكباريه، يمين بالله يمين بالله، لو صورتنا نشحت لاجلب الكباريه متحف. كلام ده يا ست انعام سابق لاوانه، احنا دلوقتي محتاجين فلوس، عايزين تمويل، محتاجين فلوس. الكباريه تحت امرك، وادي 12 جنيه هات بيهم سلاح، خد 12 جنيه يعملوا ايه؟ دول ما يجيبوش اسلحه فاسده. يا زعيم دول انا عندي فكره، احنا ممكن نجيب مسدسات ميه علشان نغرق بيها العدو. ونملاهم من قناه السويس. قناه السويس وبجو رايح وبجو جاي، كل دي مصاريف وتضيع وقت. انا من رايي مسدسات الميه نملاها ميه من نافوره ميدان التحرير. المهم يا اخوانا حافظين الخطه كويس، الخطه دي لازم تبقى متنفذه صح طحن. يعني احنا حافظينها صم، هي طقطوقه. المهم انتوا بالذات كمان لازم تركزوا، لو اتقبض عليكوا ها لازم تموتوا نفسكوا، معاكوا سم كفايه. ما تقلقش انا اصلا لساني سم. حلو، يبقى ادي لزمايلك، وانت في النهايه بقى عض لسانك تتكل على الله على طول. اتفقنا يا رجاله؟ اتفقنا يا زعيم دوله. بالنسبه للحريم اتكلوا انتوا دلوقتي على الله عشان انتوا عالم عوالم، ما تتاخروش عن كده، اتفضلوا. او النبي يا اخويا الاحسن، لما بعوق على 3 الصبح ابويا بيقلق عليا قوي. بيفتكروا ان ابوكي بعد 3 الصبح مش شكرين يا ستي. اتفضلوا اتفضلوا. بالإذن. اتفضلي اتفضلي. مع السلامة. شكرا شكرا. مع ألف سلامة. ما تقولوش لحد على المظاهر. شغل الرجالة هيبتدي بقى، ومفكنا بقى من السهر والحوارات دي، عايزين نقوم بثورة بقى. هنقوم بالثورة، ما تقلقش، ما تستعجلش يا فاطمة، ما تستعجلش، يلا ما تستعجلش عشان ما تتقطعش. ياض أنا مش هتبرد ناري واهدى لما انتقم من الإنجليزي اللي قلبوا لي عربية التيني الشوكي بتاعتي. شفت يا دي فاطمة شفت؟ علشان قلت لك هات لي واحدة تينية شوكاية وأنت اللي ما رضيتش، شفت ربنا عمل فيك إيه؟ شفت ربنا وبعدين عمل وبعدين فيك. وبعدين وانا مش هنسى لما قلبوني في نضارتين شمس من العفرشة بتاعتي وما حاسبونيش عليهم. شفتوا اخواننا الانجليز بيعملوا فينا ايه؟ بعد كده اخواننا الانجليز لازم تكونوا عارفين كويس قوي ان هم داخلين مصر عشان ياخدوا التين الشوكي بتاعها، وياخدوا النضارات اللي على كل فرشه منها، وياخدوا كل حاجه من كل مصري. يا اخواننا انا بناشد كل مصري موجود معانا في الحته اللي احنا واقفين فيها دي ان هو لازم ما يخافش من الانجليز. الانجليز هيعملوا لنا ايه؟ لازم نبقى اقوى منهم. ان احنا اقوى منهم ولا لا؟ اقوى منهم. جون يس عجبك الرقاصه باين؟ اوه ولدن ولدن يس عجباني كتير كتير قوي 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 قوي. تحب الغيها لك؟ اوكي اوكي. عينينا يا جون. حبيبي
لك يا معلمة. عايزين نسحب الخروف اللي هناك ده. عينيا، بس أنا خايفة من الواد رمزي بعد ما مسكوه يفتن علينا ويشمعوا الكباريه. تلاقيش يا معلمة، واد رمزي ده وطني وتربيتي، وأنا مفيش عجل ربيته قبل كده وفلح. خلاص بقى فرهدتوني تعذيب. أنا عايز أعرف حاجة، أنت راجل عمال أعذب فيك بقالي 10 ساعات بعذب فيك وأنت مش عايز تنت مش عايز تتكلم. أنا بقى في سيستم ترهيب تاني خالص. مش هعترف على دول ابن عمي حتى لو موتولي حتت. هو يا ربك إيه؟ قول أنت. دول ابن عمي؟ أنا عايز أعرف أنت فلاح حقيرة، هو يشتغل إيه؟ قول أنت. مش هعترف إنه فاتح بازار في ترسة في الهرم. بازار؟ يعني هو دلوقتي بيشتغل شغلانة كبيرة في الهرم انت؟ ايوه دول حبيبي، ده ساب الموبايل بتاعه وساب مراته وساب البازار عشان خاطر مصري انجليزيين. يعني هو غني، هو يصرف بسخاء علشان الفدائيين. حضرتك لا، هو مش غني ولا حاجه، ده هو مش لاقي ياكل اصلا، ده انا خارب بيته وكسر له التماثيل بتاعته. ده هي انعام امه هي اللي بتصرف عليه. امه انعام، اقف عندك هنا، تعالى هنا. انعام هي راس كبيره، هي يصرف على فدائيين. قول انت، اتكلم. كذاب اللي يقول لك كده، كذاب ومش هعترف. مش هعترف. بس بص حضرتك، انا ممكن اعترف على ناس تانية، يعني ممكن الواد فتلة صاحبي انتيمي. فتلة انا عارف اسم فتلة ده، انا جه عزبته كبير. فتلة ده رفض يديني تين شوكي مجانا الكلب. ايه ده، هو جه هنا؟ خلاص بقى انا هعترف. ويلكم عليكم. ويز جوني؟ جوني؟ ايام جوني يا عم، انتوا سكرتوا ولا ايه؟ امال بس عاملين فيها انجليز ودماغكم تقيله. ايام جوني. اوكي، درينك جوني. درينك في صحة ريتشارد قلب الاسد، وان شاء الله انجليز يعني يحتلوا العالم كله ان شاء الله. اضرب. كمان. ما رأيكم أن نذهب إلى رحلة إلى القناطر الخيرية لكي نركب حمار مخطط؟ زوجتي جوانا كانت تتمنى زيارة الأهرامات. زيارة الأهرامات؟ ولماذا نزور الأهرامات وندفع تيكتس؟ نحن إنجليز، we are English people، يعني ممكن نروح نحتل الأهرامات الثلاثة. فكرة جوني، ولماذا أنت أسمر عزيزي؟ أنا أسمر لأنني احتليت أسوان فترة من الزمن. أسوان لمن يريد أن يحتلها في الشتاء، لا تذهبوا إلى الصيف. Stay as you are. You wait, don't move. إيه يا خواجه يا حضرتك؟ I am Johnny. No Johnny، أنت كذوب أيها العادل. كذوب أيها العادل، دي شتيمة ولا مدح؟ لا أفهم. أنت مش تدخل في شؤوناتنا. بدو عليه، بدو. لا، I am Johnny، أمي جوني وأبويا جوني. No you are liar. هلم على المعتقلات. فيسا معتقلات فيسا. يا نهار اسود. لازم تكلم. انت بتتعذب ولا بتتغرغر يا ابني؟ ما تركز. عطشان. مية. شارب 3 جراني لغاية دلوقتي، ده انت خلاص قربت تتحول لسمكة يالا. على كتفها تنور، على رجلها تنور، على كل حتة تنور. يا عيني الواد كان ابيض زي الفل. حرام عليك.
تكاد عيني ان تركرك بالدموع وانا ارى ابطالا مثلكم يتعذبون. هو انت بتعذبينا ولا بتعذبي في ضميرك؟ مالكيش دعوه يا ست، احنا مبسوطين بالعذاب وبرضه مش هنقول لك اي معلومات. انت لازم تنطق، انت لازم تنطق تقول مش هنعترف، مش هنعترف، اين مصر؟ مش هعترف. هي مستخبية فين؟ انت لازم تقول مستخبية فين، قول. مش هعترف، قلتلك انت طرشة. انا هقولك، حرام عليكم حرام عليكم، الوقت هتغرقوه. انا هقولك فين مصر. قول قول، لاجل ان احنا نكف عن العذاب، قول. هقولك فين مصر. خاين عميل ميكو سمير، انتو شرف يو، ده احنا هنقتل الالفنة بتاعتهم. انت كلم، انت كلم، قول اين مصر، اين مصر؟ مصر لو عايزة مصر هتلاقيها جوه في قلبي. خش جوه قلبي وشقيه وخديها من جوه. بس ايه الانفعال دي؟ نو، ذيس از اوفر اوفر اوفر. انا اوفر؟ لا، مش انا اللي اتهزع وانا في بلدي مصر. اشتهدولا. انت هتكلم، اين مصر؟ انت قول اين مصر. اوكي، اذا انتوا ستموتون في هذا القبو. جوني يس، افتح هويس. افتح هويس. جوني اوعى تفتح الهويس. معقولة يا جوني واحدة ست تتحكم فيك وتأمرك وانت تنفذ الكلام اللي هي بتقوله؟ لا، فين المرجالة بتاعت الانجليز؟ يس، مش هفتح هويس. What you say جوني؟ انا اقول افتح هويس. اوكي نفتح هويس. انت هوت راسك كوة تراب. اسمها مية مش تراب. شرف. واحنا نطلع قاعدين كده ساكتين وسايبين رجالتنا البيت الانجليزي الخواجات يخطفوهم مننا؟ لا طبعا، لازم نخطط وندبر عشان نطلعهم من السجن. يا بنت المرأة ترسانت اسلحة، سوق سلاح متحرك. يبقى خلاص نسن الاسلحة ونخش. اسلحة ايه دي بقى ان شاء الله؟ فين الاسلحة؟ إيش حال لو كنتش انت الفساد اللي في وسطينا ده، انت رقاصة قد الدنيا ومش عارفة فين الأسلحة. معلش يا أختي، سقفتها على قدها، هي عايزة كلام كده متبشر على طول يعني. يا بنت يا بنت خليكي ناصحة، أسلحة المرأة طعمتها. يعني بدل ما نخش عليهم بسبعين ديناميت نخش عليهم بسبعين روج، وبدل القنبلة نخش بالمكحلة. إذا فلتكن الحرب المشخلة. يا ابني عقاق صدعتنا، يا ابني صدعتنا. اللي بيعذبوك مشي، ويا اهبل يا اهبل، انت فرحان بالتعذيب؟ عطشان عطشان ميه. يا ابني انت شارب ميه لغايه دلوقتي، ما شربهاش، سلم بيتسيق ليله عيد. مين مين ايه؟ اكيد الناس اللي بيعذبونا. اتفضل. تعالى يا جوني، تعالى يا جوني، اتلقى حالنا. هاو مامي، انا مش ماما. ايه ده، انتوا كنتوا ازاي؟ بالكارتة. جينا نفك قصركم. بنت يا رانيا. ايوه يا قبلتي. هنعمل ايه في الملطوع ده؟ خدي ساعته وقلبي جيوبه وخدي موبايله وارميه مع اخواته الانجليز المخدرين ملقحين بره. ايه ده، انتوا خدرتوا وبقيت الانجليز اللي بره؟ ايوه يا عينيا. طب مش فاضل معاكم شويه مخدر عشان الناس اللي مرميه دي؟ انا زهقت منهم، مش هناخدهم معانا. لا يا اخويا مفيش وقت، الساعه دلوقتي واحده والمزارع تطلع عندنا من الكباريه على واحده والناس، ومش هنعرف نطلع من غيركم يا رجالتنا. ايوه، علشان انا اللي عارف السكه يا زعيم دولا، وكمان انا معايا العلم بتاع البلد بتاعتنا، كنت مكمره في الشراب بتاع البلد بتاعتنا. مش عارف ايه هي البلد بتاعتنا. مصر، يلا مصر. مصر. طب يلا، ايه المزارع تطلع الساعه كام؟ على واحده والناس. ترابت ترا، على واحده والناس. ترابت ترا. بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني الطلبه. طلبت ايه يا عم رائد الفصل؟ احنا هنروح نضرب الانجليز بالكشاكيل والكراريس ولا ايه يا عم العضو ده؟ صح، فيها ايه يعني الكشاكيل؟ هنعمل من الورق بتاع صواريخ ومراكب وهنعوم وهنهيص. يا اخي ما تهيفش القضيه. اسكت اسكت اسكت. اخواني العمال. عمال ايه؟ احنا فصل على سيج. لا ما هو ينفعش يا اخوان، ما ينفعش يا اخوانا كل كلمه تردها لي كده بواحده. ايه ده الكلام ده؟ يعني انا هستحمل لغايه امتى يا اخوانا؟ انا خارج من السجن ومتوتر. ما توترونيش، يلا من على متوتر. ما ينفعش حد يوترني. خلاص، وبعدين يعني انتوا غيرانين عشان الزعيم ولا ايه؟ بس يا ولد منك ليه؟ سيب الزعيم يتكلم، ده كلامه بينقط سكر. خلاص يا زعيم كمل.
اخواني انا عايز اقول لكم على حاجه مهمه جدا. النهارده اليوم ده يوم صعب قوي ويوم مصر بتمر بيه، فلازم كلنا نبقى ايد واحده. ماشي يا زعيم، عايز تتشال ولا حاجه؟ احنا تحت امرك. شوفوا لي بقى مين اللي هيشيلني. يلا بس كده، ده انا محضر لك هديه. ايه رايك في ده؟ ايه ده يا عم؟ ده انا مش هلحق اقول عاشت. لا لا لا، ده عايز حد فيه صحه شويه. ماشي، اهم حاجه واحنا ماشيين في المظاهره يبقى ايدينا في ايدين بعض عشان ما نتوهش. هي رحله والسندوتشات وزمزميه الميه على مين يا ضنايا؟ واحنا ومظاهرات الستات. انتوا قدامنا طبعا، لان لازم تبقوا ماشيين قدامنا. يا لهوي، يعني هتضحوا بينا؟ ضحي بيكي ايه؟ لا بصي، عارفه حضرتك يعني ده حاجه خدناها من الانجليز لما احتلونا الفتره اللي فاتت، اللي هي ليديز فيرست، يعني انتوا قدام واحنا وراكوا على طول. يا زعيم احنا اتاخرنا بقى على المظاهره يا عم. ايوه صح صح صح. يلا يا اخوانا عايزكم تسخنوا معايا. عاشت مصر حره مستقله، عاشت مصر حره مستقله، باستقلال التام او الموت بالزكام. الاستقلال التام او الموت بالزكام. مصر 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 مصر. الانجليز 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 الانجليز. لو لم اكن مصريا لوددت ان اكون دمياطيا. لا دولا حبيبي، دولا بتموت يا دولا. لا دولا دولا حبيبي ما تموتش يا دولا. ولا في ايه يا دولا؟ يخرب بيت. ولا ايه دولا دولا حبيبي؟ في ايه يلا؟ في ايه؟ انت بخير يا دولا؟ طب والطربوش بتاعك بخير؟ طربوش اللي انت كنت بتحلم بالليالي الحلميه يالا. يا دولا ده كان كابوس. الحمد لله. بص انا مش ناقص جنانك، يلا اتكل على الله. لا اتكل على الله ايه بقى دول؟ انا لسه ما عملتش حاجه. بص عايز اتفرج على كرتون بقى، مش هتفرج على الفدائيين دول خالص بعد كده. كرتون ايه؟ ساعتين بالليل مصحينا وعامل الدوشه دي، صحيت البيت كله. يلا ادي التلفزيون. لا دول لا، انا نمت. ده انا نمت، ما اتفرجتش. اتكل على الله. يلا بره. انا عارف اعمل ايه. طيب حاضر حاضر. ومريالتين ليه؟ ما كفايه مرياله واحده وتلبس المرياله بتاع السنه اللي فاتت يا رانيا. ماشي. وايه كراريس من الموسيلك؟ طب ليه كراريس من الموسيلك؟ طب ما ممكن دفتر واحد تقسمه على اربع مواد، ما انا ايام عملت كده وكلنا اتعلمنا كده يعني. حاضر يا رانيا حاضر. مش عارف اجيب فلوس منين بس هتصرف. حاضر حاضر حاضر. ماشي مع السلامه. مع السلامه. خير يا دولا؟ ايه محتاج فلوس؟ قول يا عم وما تتكسفش قول. انا لو محتاج فلوس هاخد منك انت يا رمزي. انت كلك على بعضك، لو بعتك ما تجيبش تمن استيكه ولا قلم رصاص من اللي ياسمين عايزاهم. العداد فين؟ خلصوني. عداد ايه يا عم؟ انت داخل على تاكس فيه ايه؟ هتهزر؟ والله هعمل لك محضر تهرب من دفع الكهرباء. بالراحه علينا. طب يا عم تيجي تاخد لك قلمين؟ العداد موجود اهو، اتفضل اكشف عليه. يكشف عليه يا دولا؟ هو العداد حامل؟ بتاع 150 جنيه. 150 جنيه حضرتك ما كشفتش عليه؟ ايه واخده بالاحساس يعني؟ احساس ايه؟ انت مش شايف كوم الزباله اللي مرمي بره البازار؟ وايه علاقه الزباله بالكهرباء حضرتك؟ لو واحد كهرباء هتقول له ايه؟ هقول له يح يح ايه؟ والنبي يا باشمهندس سكت حماده ويشيل الشوربه من على بقه. انا بقول لو كهرباء، لو حد كهرباء هتقول له ايه؟ هقول عليه ان هو انسان مستهتر. يعني مستهتر ايه يا باشمهندس؟ هو زوغ من المدرسه؟ طبعا هتقول عليه بني ادم زباله. يا سلام، انتم ماشيين كده دلوقتي يعني؟ هو كده من ساعه ما اكتشفوا الكهرباء والناس بقت تزبل مع بعض. بقول لك ايه، هتدفع الكهرباء ولا اقطع الميه؟ لا طب وحضرتك دلوقتي يعني ايه علاقه الميه بالكهرباء؟ يا غبي يا غبي يا غبي، ما مفهومه يا ابني. انت مش كل يوم عشان الحر اللي موجود ده بتروح ترش ميه قدام البازار؟ اه. طيب وانت بترش الميه مش اكيد ممكن تطرطش على حد ماشي؟ طبعا يا دول. اكيد ساعتها بقى بيقول لك يا بني ادم يا زباله، ساعتها تعرف ان ده بتاع الكهرباء. احبك انسان واعي ومثقف. حضرتك انا ما معيش فلوس ادفع دلوقتي، ممكن حضرتك تسيب لي الكعب يعني؟ كعب برضه؟ وانا كل ما اعدي على حد يقول لي كعب؟ مفيش حد اداني جنيه يعني امشي من غير كعوب؟ اتفضل يا سيدي ادي الكعب. ايه ده؟
اكيد الراجل ده كهرب قبل كده. انا هعمل ايه بس؟ الحمد لله دول اخدت الكعب يا عم وما دفعتش حاجه، بلفته. يلا ما انا كده كده الفلوس دي عليا هدفعها، يعني هدفعها. طب انا عندي فكره دولا، بص احنا نبطل نرش ميه علشان نوفر في الكهرباء. ما انت يا عيني مش هتفهم، هم مصعبينها عليك زياده، ما انت غبي. يعني انا اعمل ايه؟ ادي 150 جنيه غير كده بقى لسه رانيا ولسه كل اللي في البيت غير ياسمين، مصاريف مدرستها والاكل والشرب والكتب والكراريه، اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ طب هتعمل ايه دولا؟ انا مش السلام عليكم. عليكم السلام. ايه ده انت ما جبتش اللحمه معاك ليه؟ ايه اللحمه؟ بكره ان شاء الله يا ماما. بكره ده ايه؟ طب والخضار؟ الخضار هتعملوا ايه بالخضار من غير لحمه؟ معقوله يعني هتاكلوا الاكل ورديحي؟ ما يصحش يعني يا ماما. يعني يا بابا هتجيب الحاجات دي ولا مش هتجيبها؟ انت مالك انت بتتكلمي في حاجه زي كده ليه؟ مامتك فين؟ خدت امها واختها وراحوا فرح واحده صاحبتها. فرح؟ والله ناس رايقه قوي الناس دي، يعني انا مش فاهم في حد يعمل افراح اليومين دول. بسم الله الرحمن الرحيم هنبتدي الليله. لا 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 لا. الف مبروك يا رانيا، اتخطبتي ولا ايه؟ لا انا عندي حاله من السعاده والانتعاش يا عادل. والحاله بتاعت الانتعاش دي كانت بسبب الفرح اللي انت روحتيه طبعا. يا عادل فظيعه 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 واوفر من الفظيعين كمان. مش عايزه اقول لك الافراح اتطورت ازاي. تجنن. اهم حاجه يعني كان في بوفيه واكل وتعشيته. ده كان اوبن بوفيه يحتوي على خيرات الله. وده يعني كان في حلو بقى بعديه. يا ده احنا اشجار بقى، موز بقى واناناس وجوز هند بقى مدلدق على الارض وحاجات كتير بقى. ولا الزفه يا عادل؟ مش عايزه اقول لك على الزفه، رهيبه. الزفه ايه ايه ايه؟ الزفه ايه مالها يعني؟ الزفه دي كانت زفه واحده، دول تلات انواع من الزفه، سمسميه وبورسعيديه ودمياطيه. وعايزه اقول لك بقى تمن الزفه الواحده كام بقى؟ بكام تمن الزفه؟ 2000 جنيه. نو 2000 جنيه وتلاته اربعه. 3000 جنيه 4000 جنيه ليه؟ بيقولوا ايه فيها الزفه دي؟ ايه اللي بيقولوا ايه؟ ده اساسا هم ما بياخدوش 3000 جنيه في اليوم، لان اصلا الزفه الواحده بتلف مثلا على اربع خمس افراح في اليوم. نو اكتر من كده بكتير، 10 20 حاجات كده. يعني على الاقل الزفه دي بتعمل لها بتاع 10000 جنيه في اليوم. بس كانت رهيبه يا عادل، الناس اتجننت بالزفه. فاكره يا مامي؟ تحفه. ايوه بس برضو ما هو اللي بيقولوه في الزفه هو بقى لهم 100 سنه، يعني لو طوروا الزفه دي ممكن يعملوا ارقام اكتر من كده. انت قلت لي الزفه دي رز على شيشه نظيفه بلا قطيفه. دوله انا عايز افهم بقى دلوقتي احنا قاعدين مستنظرين مين؟ وانت متضايق ليه قوي كده يعني؟ ايوه دوله احنا سايبين البازار يا عم لوحده. يا سلام، اللي يشوف كده يعني يقول الواد بيحب البازار. لعلمك بقى انا ما بطمنش على البازار الا وانت بعيد عنه. ماشي يا دوله، برضو ما قلتليش احنا مستنظرين مين. عارف يا رمزي؟ انا مستني ان هو واحد راجل بقى هايل، حته بني ادم تحفه. يالا هو ده اللي هيحل لي كل مشاكل الماديه. لو المشروع اللي في دماغي حصل هينقلني نقله تانية. ايه هتستلف منه؟ هستلف منه وجايبك معايا ليه بقى؟ تضمنني يعني عشان تتحبس مكاني؟ بس يالا بس يالا، انت ما تفكرش. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. اكيد طبعا حضرتك بالدخله دي الاستاذ هشيكها صح؟ احبك واحب اعرفك بتاريخي. انا لالو هشتكها، كبير مصممي ومطبلي فرق الزفه، دفعه محمود رضا علي رضا ومحمد رضا. تحب نقول كمان؟ لا كده رضا وحضرتك، انا دفعه احمد حلمي. امرني حضرتك. انا بفكر اطور الزفه. وانت تفهم في الزفه؟ ايه اللي افهم في الزفه حضرتك؟ انا خطبت مرتين واتجوزت مره، غير كده بقى حضرت كل افراح اصحابي وقرايبي. يعني خش في الموضوع حضرتك. انا بفكر اعمل دمج بالنسبه للزفه الفرعوني والزفه المصري. وايه علاقه الزفه الفرعوني بالزفه المصري؟ ازاي بقى حضرتك الزفه الفرعوني دي اساسا كانت زمان ايام الفراعنه يعني، وطبعا كانت هي نفسها زفه مصري. وبعدين الزفه الفرعوني لعلمك يعني كليوباترا ما رضيتش تتجوز انطونيو عشان الزفه، اتخانقوا على الزفه. طب وانت ضامن ان الفراعنه دول موهوبين؟ مواعيدهم مظبوطه؟ لا عنك انت بقى المره دي يا دوله. بالنسبه للموهبه حضرتك يعني، فمعروف ان الطفل
الطفل الفرعوني أذكى طفل في العالم. اسم الله. لحد ما بيموت بيبتدي ذكائه يقل. أنا بفكر يعني إن اللبس كله كمان في الزفة هيبقى فرعوني، بالنسبة للآلات المستعملة كلها فرعوني، ودي طبعاً إحنا مش هنشتريها، إحنا ممكن نأجرها من متحف عشان نوفر. طب والرقاصة يا دولا؟ لا الرقاصة برضو فرعوني، لأن المرأة الفرعونية اقتحمت مجالات العمل من أيام الفراعنة يعني. اسمح لي. والأغاني؟ الأغاني حضرتك معاك الشاعر عادل سعيد، هتحفك بأغنيتين للزفة مكتوبين على ورق بردي هتندهش. والألحان؟ بالنسبة للألحان أعتقد أنها تبقى ألحان فرعوني برضو، هنلم شوية ألحان معروفة نعمل لها ريميكس ننزل بيها على الأفراح نكسر الدنيا. والورثة؟ الورثة بالنسبة للأستاذ حلمي بكر يعني أعتقد أنه هو الفترة دي مشغول بستار ميكر يعني، فمش هيعمل لنا مشاكل ما تقلقش. يبقى كده مفيش غير مكان البروفات ومصاريف البروفات. ما تقلقش المصاريف والمكان موجود عندي، حضرتك ما تشغلش دماغك خالص، بس واضح يعني أن الاسم على مسمى أستاذ هالشكا. واضح واضح. يا جماعة يا جماعة، فلوسكو كلها هترجع لكو على داير مليم إن شاء الله مع أول زفة أعملها. يا عادل يا عادل، احنا مش ضد اللي انت بتعمله، بس لازم تعرف ان في مستويات بتاعت الافراحات دي انت لازم تختار منها. انا فاهم قصدك يا حماتي، قصدك تقول يعني اللي بيتولد كبير بيفضل كبير واللي بيتولد صغير بيفضل صغير. انا متوقع ان في خلال فتره وجيزه جدا انت هتبدا تزف افراحنا في الخارج في دول شرق اوروبا، وهتمثل الزفه المصريه بره. ايوه طبعا ده وضع طبيعي، العالميه جايه جايه، انا مش مستعجل. وانا بالنسبه لي كل صحباتي اللي هيتجوزوا قريب هقول لهم على الزفه بتاعتك، بس بشرط ليا نسبتي. خلاص يا ست نسبتك محفوظه، بس اهم حاجه تتجوزي وانا اعمل لك الزفه دي مجاني من عندي. بابا انا عايزه اتجوز. تتجوزي؟ ايه اللي فكرك بحاجه زي كده؟ عشان عايزه اتزف. يا ست تيجي عليا ازف كل يوم وانت رايحه المدرسه، بس انسي موضوع الجواز ده مصاريف كتير. عادل اياك والحرام، الافراح راقصات وخمور. لا يا ماما مش كل الافراح يا ماما، وبعدين حتى لو في حاجه زي كده انا مالي، ما انا طول عمري مثلا ببيع تماثيل، شفتيني مره عبدت اصنام؟ لا يا عادل انت راجل محترم طول عمرك. ازاي راحت علينا دي يا عادل؟ انت ازاي هتوفق ما بين البازار والزفه؟ مساله بسيطه خالص مش محتاجه ده كله، إيه البازار بالنهار والزفه بالليل. جم جم ايه في ايه؟ يلا خش جوه خش جوه خش جوه يا جماعه بتوع الزفه جم، يلا خش 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 كل على الهوا كل على الهوا كل على الهوا. يلا يا مشرفات. سمعني سلام وتحية للناس المية مية، سمعني سلام ليالي الحلمية. حضرتك سلام ليالي الحلمية ايه؟ مع احترامنا طبعا للأستاذ اسماعيل عبد الحافظ، بس حضرتك احنا زفة فرعوني، يعني ممكن مثلا نسمع سلام الصوت والضوء، نسمع سلام كفاح شعب طيبة، نسمع سلام طرد الهصوص من مصر كده يعني. نسمع سلام يا صاحبي. بص انت يا صاحبي انا عايز اعرفك غور من وش يالا. بقولك ايه يا سيدولة، السكة دي انا معرفهاش، زبط الفرقة والدنيا عربوني. عربون حضرتك موجود طبعا، اتفضل معلش، هو عربون قصير شوية لكن هو اللي موجود يعني. هو ده عربونك؟ انا بقى الفرقة دلوقتي عامل لها نيو لوك فظيع جديد، هلبسكوا لبس غريب. رمزي؟ نعم يا دولة. روحات الهدوم يالا. عينيا. هدوم ايه؟ يخرب بيت. سمع ويوفق والله وسادة قولي. ستوب ستوب ستوب، جمع ولفق ايه يا اخوانا؟ الكلام ده كلام قديم، احنا زفة فرعوني، كلنا لابسين فرعوني، لازم نغني غنى فرعوني. ايه يا عم القائد؟ هو انت هتغير في الكلام كمان؟ يا جماعة لازم الكلام يبقى فرعوني يا اخوانا، افهموني بقى. يا دولة بقى خلوهم يا عم يطبلوا بقى يا عم، انا خلاص سخنت على الرأس يا دولة. بس يلا بس يلا، سخنت على الرأس ايه؟ انت مال؟ انا بص اساسا انت مش هتبقى في فرقتي ولا حتى هتيجي تتفرج على الزفة. يا دولة انا لو خدت فرصة واحدة بس في حياتي في الرأس دي هضرب دينا وهقعدها في البيت. يخرب بيت انت طموحك يلا تبقى رقصة؟ انت مش فاهم يلا. ماشي 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 ماشي. ايه ايه هتضربني يعني ولا ايه؟ ماشي ماشي. خد يا رمزي. نعم دولة. خد وزع الورق ده على الفرقه كلها، احفظوا الكلام ده يا اخوانا وهتغنوه معايا دلوقتي. حاضر يا دولة يا كبير. ها
اللي هشوفه بيبص في ورقه غيره هسحب منه طبلته. اي حد يلا يقول كلام غير اللي في الورقه ده قول لي يلا. حد يسجر يا دوله. حد يسجر صح. اقعد اقعد معايا يا اخوانا. واحد اتنين واحد اتنين واحد اتنين واحد اتنين. الصلاه على الزين الصلاه على الزين الصلاه على الزين الصلاه على الزين. مين اهو واحد القطرين مين اهو واحد القطرين. دي 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 را دي 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 را دي 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 را دي 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 را. الحب الحب الهجر الهجر يا الحب الحب الهجر الهجر يا دولا دولا. يلا ولا ولا ايه المروحه اللي انت مشغلها لي في البازار دي دولا؟ بص احنا بقالنا 10 ايام عمالين نهرف نفسنا بروفات وما جاتلناش لغايه دلوقتي حتى قرايه فاتحه ولا طور حتى. ما يجراش حاجه، السوق نايم دلوقتي بتاع الافراح، يعني اكيد كل الناس الفنانين اللي زينا بيشتكوا، يعني اكيد عمرو دياب بيشتكي وتامر حسني بيشتكي وكل الناس بتشتكي. مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. من فضلك يعني حضرتك، وانا بفرش شقتي وكنت محتاج شويه تحف وانتيكات يعني او اي حاجه. انت مكسوف ليه قوي كده يعني؟ وانت مش هتدفع فلوس ولا ايه؟ يا دوله يا دوله احنا في عرض زبون دلوقتي يا عم، شويه تخفيضات يا دوله وتسهيلات، فتح مخك. بص بص رمزي، يا اهلا اهلا نورت الدكانه دي كلها حضرتك والله. بص احنا حضرتك عاملين لك يعني تخفيض 90%، موافق؟ موافق. 90% تخفيض؟ طب ما تدي له البضاعه ببلاش وتدي له فوقيهم 30-40%. لا 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 لا، ما بحبش اخد حاجه ببلاش، الفلوس كتير، اهم حاجه ان انتوا تشرفوني قدامنا سايبي. قدامنا سايبك؟ افهم من كده ان حضرتك متجوز؟ لا لسه متجوزتش، الجمعه الجايه ان شاء الله. ايه ده؟ اتجوز لسه الجمعه الجايه؟ لا الف مبروك الف مبروك. ايوه الف مبروك الف مبروك الف مبروك. حضرتك لا لا معلش معلش، حضرتك يعني اتفقت مع فرقه زفه ولا لسه؟ لا لسه 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 لسه. بص حضرتك انا ممكن اخدمك خدمه جامده جدا، انا ممكن اخدك مقاوله، البضاعه اللي انت عايزها كلها اديها لك، وغير كده كمان انا ممكن اعمل لك الزفه، وزفه مش اي زفه، زفه فرعوني. زفه فرعوني؟ حلو ده حلو ده. ايوه يعني زفه هتدخلك التاريخ يا ابو العرسان كلها يا ابو العرسان كلها. بص حضرتك الزفه هتطلع ان شاء الله من سقاره كاريتا فرعوني، انت والعروسه هتركبوا، لا انت لوحدك تركبوا، العروسه هتكون بقى عند الكوافير في المعبد، واخد بالك؟ نقوم احنا بقى ايه ورايحين لها بالكاريتا كده، وتاخد العروسه ونقوم طالعين عند سقاره مثلا، ولا روح لا عند الهرم الكبير. اخد حضرتك بقى بالكاريتا كده اهو، لففك حوالين الهرم الكبير، حوالين الهرم الكبير، يكون حماد بقى اللي هو ابو العروسه شايفينه نازل من الهرم الكبير، نازل جري نازل جري، خايف ليه 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 ليه؟ الهرم الكبير نازل من خوفه. بعد كده بقى ايه، نقوم واخدين العروسه ومودينها على النيل، ونقوم رمينها في النيل وتننا راجعين على طول علشان تبقى عروسه النيل. لا حمار 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 غبي، انا حضرتك يعني ما تقلقش خالص، بس على فكره الزفه دي ما حصلتش، هتشرفك قدامنا سايبك وقدام العالم كله. زفه فرعوني. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك يا رب. زفه فرعوني. والزفه دي على فكره مش هتكلفك كتير خالص، يعني الزفه دي ممكن تخش لها مثلا في 2000. شيدون ايه كتير كتير ده؟ ايه 2000؟ مبروك 2000 مبروك. الزفه دي ب 500. 500؟ ده انا كنت عامل حسابي في 1000 جنيه. ما هو 500 دول اللي هم العربون، وبقيه ال1000 بقى اللي انت عامل حسابك عشان الزفه تدوم لنا يوم الفرح ان شاء الله. حلو ده، ادي ال 500، ادي ال 500 جاهزين اهو. يا متشكرين قوي متشكرين قوي. ان شاء الله ان شاء الله ميعادنا باذن الله يوم الجمعه الجايه الفرح. حلو. باذن الله يوم الجمعه الجايه ان شاء الله ناخدك، هنعمل لك زفه ونعمل لك فرح ان شاء الله، تطلق بعديه على طول. الزفه الفرعوني. الزفه الفرعوني. السلام عليكم. وعليكم السلام. ماما. نعم. اهو الخضار والفاكهه جبتهم، اعملوا لنا اي حاجه بقى ناكلها. جبت الفلوس يا عادل؟ جبت جزء من الفلوس، اي حاجه انتوا عايزينها تحت امركم. ربنا يكرمك يا حبيبي. بقول لك ايه، اي عروسه تزفتوها بقول لي على اسمها. يعني يا بابا يعني هجيب لي مريالتين السنه دي؟ هجيب لك يا حبيبتي المريالتين، وهجيب لك كمان كشكول من ابو سلم. عادل اخيرا استثمرت موهبتك لاسعادنا جميعا. ابي عادل انا عندي واحده صاحبتي بتموت في الرقص، اجيبها لك تشوفها تنفع ولا لا؟ اهم حاجه ملامحها فرعونيه.
هي اصلا من المنصوره. من المنصوره؟ لا اكيد ملامحها مش هتبقى فرعونيه. بقول لك ايه عاد، العروسه دي يعني عايز اعرف كده، هي من عيله كويسه ولا عيلتها كومبلونش؟ لا كومبلونش ايه، لعلمك بقى العروسه دي من عيله كبيره جدا، عيله المرتعلي، ودي من اصل فلبيني. اه كده انت طمنتيني عشان انت عارف الفنان كرامه. عادل عندي طلب يعني يكاد يكون يعني صعب تحقيقه، أو يكاد يكون مستحيل تحقيقه أصلا، بس هو طلب يلح علي أني أطلبه منك. حبيبتي اطلبي كل اللي أنت عايزاه. هو أنا عندي طلب يعني هو معنوي أوي. إيه هو بقى؟ أنا نفسي أتزف. تتزفي؟ أوي أوي. أنت ممكن لو لبست بجامة من البيجامات اللي عندك دي ونزلت الشارع العيال الصغيرة كلهم هيزفوا. لا يا عادل أنا عايزة أتزف زفة فرعوني مش زفة عيالي. زفة فرعوني؟ بص يا رانيا هيبقى صعب أوعدك بحاجة زي كده عشان الناس ما يقولوش يعني إن أنا استغليت المهنة الجديدة اللي أنا شغالها وبزف مراتي. أنا مش عايز إحراج، مش عايز إحراج بعد إذنك. ده إيه الفرح الأرديحي ده؟ هي فين الزفة دي يا سي خالد؟ بنتي أنا تتجوز من غير زفة؟ يا حماتي هم جايين، انا دافع 500 جنيه عشان الفرح دوت، وبعدين في زفه فرعوني يا حماتي، زفه فرعوني هتعجبك قوي. انا حايس عنك اخواتي عشان الليله دي تعدي على خير. يلا خش بالدي جي. لا دي جي ايه، الزفه الفرعوني وصلت والاول مره في مصر. نزل لي بقى العريس والعروسه عشان الشمس تتعامد على وش العريس فيولع. ما تقلقش ما تقلقش، الزفه 100 100 يا معلم. يلا يا فنديه، 1 2 3 مقابر. يلا يا اهل الفرد تعالوا جمع وحنط والله وكفلوا اللي قالوا، زوروا المقابر. يلا يا اهل الفرد تعالوا جمع وحنط والله وكفلوا اللي قالوا، عريس قمر وعروسته مسلة بالجهاز طبقين محلة، عريس قمر وعروسته مسلة جاب الجهاز طبقين محلة. انت ايه خبرتك ولا دوت؟ ايوه حضرتك فرعوني، لازم حضرتك تشجع مصر يا فندم. كنا عملناه في المتحف احسن. متحف ايه؟ ما المتحف مش فاضي حضرتك، سيبوه اسيبنا لو سمحت يكمل شغله. زوروا المقابر يا اهل الخير تعالوا جمعوا الحنط والله وكفلوا اللي قالوا. مش هتقدر. رانيا ايه يا رانيا؟ صحيح من النوم تتفرج على التلفزيون؟ رانيا يا ماما الساعة 2 بالليل يا ماما، حد يقوم من النوم عشان يقعد يتفرج على عتريس؟ رانيا رانيا قومي نامي يا ماما، قومي نامي. قومي يلا يا رانيا. عتريس الجد غاضب غاضب. طبعا شفت انا الفيلم ده 100 مره قبل كده، بس مش الساعه 2 بالليل يا ماما. يلا 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 قومي خش على اوضتك. ابعد عني يا عتريس، اهل البلد كلهم مستنيننا بره. طبعا مستنيننا بالمشاعل، وهنجيبهم بكره الصبح ان شاء الله يولعوا في البيت كله. يلا حبيبتي يلا. ابعد عني ما تلمسنيش. ايه يا رانيا في ايه؟ ايه الجنان ده؟ يلا يا ماما على اوضتك. يلا يا اهل البلد يا اهل البلد، ابعدوا عتريس عني يا اهل البلد. ايه عتريس؟ حوشوا عتريس عني. ايه عادل في ايه اللي حصل؟ ايه انا مش عارف، قاعده بتتفرج على التلفزيون بتتفرج على فيلم عتريس، ومره واحده يظهر بقى عفريت شادية يلبسها ولا حاجه. او ماي جودنس او ماي جودنس، يظهر الحاله رجعت لها تاني. حاله ايه يا حماتي؟ هو في ايه بالظبط؟ انا مش فاهم حاجه. هنتجم منك يا عتريس، هنتجم لاهل البلد كلهم، هفتح الهويس واخرجكم. لو سمحتوا بليز بليز يا جماعه سيبوني معاها 10 دقايق بس. تعالي يا فؤاده، تعالي نخش جودتنا. تعالي يا فؤاده. باطل باطل. ها 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 ها. لا حول ولا قوه الا بالله، البت وامها. ده ايه الحسبيس اللي احنا فيه ده يا عادل؟ هي ماما مالها يا بابا؟
مش عارف يا حبيبتي، يظهر يا حبيبتي جالها برد في مخها، يعني ما تقلقيش. طب ما انا سمعتها مجيدة عماله تقول لها يا فؤاد، عماله تقول لك يا عتريس، انا بنت مين؟ انت بنتنا يا حبيبتي، عادي خالص، انت بس بتحلمي ولا حاجه. خشي نامي نجلاء، خديها ودخليها اوضتها. تصبح على خير يا عتريس، وبقول للماما فؤاد تصبح على خير. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا قلت من الأول إن الجوازة دي معيوبة. يا ما قلنا لك اتجوز كوثر بنت خالتك. كوثر، عيني على كوثر، وانت اللي مرضتش. وانا بس اللي مرضتش، ده شباب مصر كله مرضيش. يظهر والله أعلم إن رانيا دي عليها عفريت. جواز عتريس من فؤادة باطل 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 باطل. الجنان اللي انتوا فيه ده انا مش فاهم في ايه يا حماتي، ايه اللي حصل بالظبط؟ قولي لي، هي رانيا فعلا عليها عفريت؟ عفريت ايه بس انت كمان؟ عفريت ايه بس؟ الحمد لله اهي نامت يا عتريس وتكومت. يعني هي ما عليهاش عفريت يعني؟ طب مثلا عليها ديون، عليها اقساط، عليها اي حاجه؟ انا جوزها برضو ممكن ادفع لها يعني مهما كان، هي ام بنتي. بصراحه بقى يا عادل، انا كنت مخبيه عليك من وهي صغيره، كانت بتجيلها حالات كده تتقمص شخصيات وتتاثر بيهم وتخش جواهم وتبقى هي دي الشخصيه. يا نهار اسوح، زي شاديه في فيلم عفريت مراتي يعني؟ دي عايز دكتور نفساني يا ابني يظبط لها اريال دماغها، احسن تلقط على فيلم المراه والساطور ويطلع عليك يا عادل. لا 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 لا، نجيب لها دكتور نفساني فعلا. لا دكتور نفساني ايه، دي محتاجه دكتور من معهد السينما، اما دام بتتقمص افلام نجيب لها دكتور عزت ابو عوف. دكتور عزت ابو عوف ايه؟ يجي هو واخته يعرفونا؟ نو، احنا هنعالجها زي ما صلاح ذو الفقار عالج شاديه في فيلم عفريت مراتي. يا نهار تمثيل يا دولا، ايه القرايه اللي حطت عليك فجاه النهارده دي؟ ايه ده؟ حطت عليا فجأة يا ابني؟ أنا طول عمري بقرة. طول عمرك بقرة؟ لا يا دولا ما تقولش على نفسك كده يا عم. طول عمري بقرة، بقرأ 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 الجرائد يعني. بتقرأ الجرائد يعني. يا عم جرائد ايه يا عم، دي صفحة التلفزيون يا دولا. طب وهي دي مش في الجرائد يعني؟ وبعدين أنا بشوف ايه الفيلم اللي هيتعرض النهاردة في السهرة، بس المشكلة بقى إن في 100 فيلم في 100 محطة. طب ما ده حلو يا دولا عشان تختار براحتك. مش مهم انا اختار، المهم هي هتختار ايه. هي مين يا دولا؟ بص يا رمزي، انا هضطر اشرح لك، ما تخافش هضطر اشرح لك يعني، برغم ان انا واثق انك انت مش هتفهم، بس انا ما قداميش غير ان انا اشرح لك يعني. طب بص يا دولا، انت تشرح كاني يعني بني ادم عادي يعني، وانا هحسسك ان انا البني ادم العادي ده. ماشي. بص يا رمزي، رانيا جالها مرض التقمص. طبعا مش فاهم يعني ايه تقمص. لا يا دولا فاهم يا عم، التقمص زون يعني اللي هي لما تيجي تتفرج على فيلم فتعجب بدور البطله فتقوم تتقمصه. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ يخرب بيتك، ايه الذكاء اللي جات لك فجاه كده؟ ده انت وفرت عليا 4 سنين شرح. يلا اللهم صل على النبي يا دولا. وساعتها بقى دولا ممكن تتقمص دور رقاصه. يا نهار ابيض، فعلا وابقى انا جوز الرقاصه؟ لا يا دولا، هتبقى الطبال يا دولا. زي الراقصه والطبال والعلمك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده الفيلم ده معروض النهارده في التلفزيون، ازاي بقى اخليها ما تتفرجش عليه؟ حط لها منوم في التلفزيون يا دولا، او بص مش عايزه تتفرج على اي حاجه بعد كده اكسر التلفزيون ده خالص. بس يلا بس يلا، انا قلت الذكاوى اللي بتجي لك دي بتيجي وبتجري على طول. طب اقول لك يا دولا، بص يا عم، خليها تتفرج على اي فيلم من افلام الاستاذ يوسف شاهين، يمكن تاخد جايزه. يا ابني هتتقمص فيلم انا مش فاهمه ازاي يا ابني؟ طب وريني يا دولا انا بقى. بص بقى، ايوان خلاص يا دولا لقيتها، سهر الليالي. لا 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 لا، سهر الليالي ايه؟ هفضل سهران طول الليل وعندي شغل الصبح، ما ينفعش الفيلم ده. لا لا لا، بس ايه دول؟ اهو فيلم بين القصرين ده 100 100. الا صحيح يا دولا، هو ايه اللي بيبقى بين القصرين دول؟ بين القصرين ما دام قصر كده وقصر كده بيبقى بينهم شارع. غبي غبي غبي. طب هو انه الفيلم ده؟ انا مش فاكره. بين القصرين يلا، اللي هو بتاع سي السيد يلا. يا دولا، يعني دلوقتي رانيا هتتقمص دور سي السيد؟ هتتقمص دور امينه مرات سي السيد. وانا بقى هتقمص دور سي السيد اللي هو جوز امينه. الله، طب وانت هتتقمص ليه يا دولا؟ انت عيان انت كمان ولا ايه؟ لا يلا، هي اللي عيانه، بس احنا لازم نساعدها، لازم نعيشها جوه الفيلم، ما نخرجهاش بره الفيلم خالص عشان ممكن يحصل لها انتكاسه فتعيا يعني. يا يعني كلنا لازم نعمل كده؟ كلنا يعني ايه؟ يعني انا بقى دولا نفسي بقى انا اتقمص انا كمان بقى ونقفل البازار ده هون. انت نفسك تجيب دورف، ونفسك تجيب دورف وخلاص. بازار ايه اللي يتقفل؟ البازار هيفضل زي ما هو مفتوح يالا.
بقى. المهم تعرف حد بيبيع طرابيش؟ عارف ايه هي الطرابيش ولا مش عارف؟ يا دولا انت ليه بتعاملني كده دولا؟ لا الطرابيش عارفها يا عم، الطرابيش اللي هو كان لابسها سي السيد في الفيلم اللي لونها اسود. يلا لونها اسود عشان الفيلم ابيض واسود، الطربوش اصلا بيبقى لونه احمر واخد بالك، وبيبقى له كده وشه رشيب بيسموها زر. يعني المهم يعني انت تروح للراجل بتاع الطربيش ده هتجيب من عنده طربوشين وتجيب لنا بقى جلابيتين وتجيب لنا عب. صباح الخير يا اولاد. صباح الخير يا بابا. خير يا امين. صباح الخير يا سي السيد، من شر حسد اذا حسد ومن شر النفاسات في العقد. عامله ايه يا امين؟ عامله فضله خيرك فول وطعميه وبيت. كل يوم فول، كل يوم فول، مفيش حته جبنه نازله، مفيش حته لانشو، الواحد خلاص قلبه اتحرق فول فول فول. معلش يا بابا كنا قاعدين لوحدنا وما كانش في حد يقدرنا الطلبات، وانت عارف احنا ما بنبنش على رجالة يا بابا. والنطع ده ما بعتهوش يشتري ليه؟ كنت بنفخ التربوش بتاع حضرتك يا بابا عند العجلاتي. واخوك التاني بتاع حقوق انتساب اللي بيعورني كل سنة في 500 جنيه فين هو؟ ما مات في المظاهرة النهاردة الصبح يا بابا. مات؟ خلاص يا أمينة ما تعمليش حسابه في الغادة النهاردة. حاضر يا سي السيد، بعد إذنك يا أخويا كنت عايزك في كلمتين. خير يا أمينة، عايزة إيه؟ بلدك يا أخويا جالهم العدل، جدعين اسم النبي حارسهم طول بعار. وأنا هقدم لهم في كلية شرطة، خلاص إنجازي بيشتغلوا إيه؟ وائل يا بابا اللي منمر عليا بيشتغل كمصاري في مترو الأنفاق خط المرج فرع شبرا. وتامر اللي منمر عليا يا بابا بيشتغل سواق على خط حلوان. وافق أنت يا أخويا، وافق وهم هيبقوا يعملوا لك اشتراك، الجدعين شاريين. وأنت بدل ما أنت قاعد عمال بتحش كده، كل اللي بتشتغل اللي يشوفك يقول وزير معارف، وانت ما حصلتش كاتب في مدرسة النحاسين. والله يا بابا انا شغال تحت ايدي ست زي حضرتك كده اهو. يا بابا يا بابا خلصت الجبنة، خلصت الجبنة وانت عارف ان مفيش لانشو. اضرب فول يا سي السي. مش ضارب فول، انا خلاص هتكل على الله اروح اكل في الديسكو. امين عايزه حاجه؟ طب والراجلين اللي طالبين بناتك دول؟ هقابلهم هناك في الديسكو. يلا سلام عليكم. يسترك ولا يفضحك، يكسيك ولا يعريك، اله يبعد عنك ولاد الحلال يا رب. اوعى ما قالت تبعد عنك ولاد الحلال، غبي غبي يعني ابن حلال وغبي. مع السلامه يا بابا. مع السلامه يا بابا. مع السلامه يا بابا. مع السلامه. يا يعني ايه ما عرفتش ترجعهم؟ انت مش فهمت الراجل ان احنا كل شويه هنعوز ناجر منه هدوم تمثيل؟ عندنا تمثيل بالهبل، هو كل حاجه ما تعرفش تعملها. والله يا دولا قلت له فهمته يا دولا، بس هو قال لي البضاعه المؤجره لا ترد ولا تستبدل. يعني ايه؟ يعني يبقى تمثيل وخراب بيوت؟ استغفر الله العظيم. ايه ده؟ النهارده عارضين فيلم عنتر ابن شداد. يالا الله يا دولا. انا طبعا بقى هعمل دور عنتر. ورانيا هتعمل دور شداد. لا يالا، رانيا هتعمل دور عبله. الله، يبقى انا بقى دولا صفصفت لي، هعمل دور شداد. شداد ايه اللي تعمل دوره؟ شداد ده ابو عنتر وما كانش ليه دور في الفيلم، ده مات من قبل ما عنتر يتولد اصلا. انت هتعمل بقى دور شيبوب اللي هو صاحب عنتر لهبل. هيبقى صاحبك انت دولا؟ ماشي يا دولا، ماشي ماشي يا دولا. طب عنتر ده كان لونه اسود. يبقى وانت بتجيب الهدوم بتاعت الفيلم هات معاك علبة ورنيش. حاضر. بني ولا اسود؟ يا غبي، عنتر كان لونه ايه؟ اسود. يبقى هات علبة بني. حاضر يا دولا. عيد النصر يا رجال، عيد الفرد يا رجال، عيد العمال يا رجال. يا عبلة يا عبلة يا عبلة، لازم تمسكي السيف في ايد واحدة يا عبلة. تجيل قوي يا عنتر، هيعورني. لابد انك انت تتعلمي الدفع عن نفسك يا عبلة. وانت رحت وين يا عنتر؟ انا دمي فداك يا عبلة، ولكن ان غزوني ماذا انا بفاعل؟ ستصبح ساعتها مفعول به.
ما تخجلنيش يا شيبوب. ليه مش بتعلمني الرشق بالسهام يا شيبوب؟ أقول لك تيجي أخلع لك عين وأنت تخلعي لي عين ونعيش ترش إحنا الاثنين. بس أنا أخلع لك عينك في الأول. إيش معنى؟ عشان لما أهرب منك ما تشوفنيش. بماذا أرد على أبي يا عنتر؟ أبوك بيعجزني يا عبلة، عايزني أجيب لك خيمة تمليك. أنا كل ما أستطيع أن أفعله أجيب لك خيمة إيجار جديد يا عبلة. إيجار جديد يا عنتر؟ وإذا ربنا كرمنا أجيب لك خيمة دوبلكس دورين، أو أجيب لك شبرة الخيمة لو تحبي. لكن أنا مش أقل من صحباتي في القبيلة. صحباتك في القبيلة، هذه هي إمكانياتي يا عبلة. أنا كل يوم بمر بظروف صعبة، بيموت لي خروف، بيموت لي معزتين، بيموت لي جديين، وكل ده بسبب الغبي شيبوب. وحتى إن وافقت أبي مش هيتنازل عن 100 ناقة حمر. 100 ناقة حمر؟ أنا كل اللي أستطيع أجيبه 12 ناقة وصفر، مش حمر يعني. وليه ما تعملش زي الشباب وتاخد قرض من بنك الإبر الدولي؟ أنت يا عبلة؟ انت اللي بتقولي هذا؟ عايزاني اقترض من البنوك؟ لا، افرضي تعثرت في السداد، ياخدوا الجمالين اللي حلتي. الحق يا عنتر، الحق يا عنتر. ايه الدوشه دي؟ ما انا جنبك يا غبي. عايز ايه يا عنتوره؟ قطاع الطرق طلعوا علينا ما بين الجبلين. بين الجبلين؟ وايه اللي وداك هناك؟ الحته دي لبش جدا يلا. هو اللي حصل بقى يا عم. المهم هم قالوا لي اوصل لك رساله. رساله؟ هاتها هاتها. يعني اقول بيقولوا لك يا عبدي يا اسود. انا اللي اسود؟ انت اللي مخلص علبه الورنيش، بتتعامل مع خلقتك انها جزمه برضو. وقالوا لك ايه تاني؟ بيقولوا لك يا اللي رباك غير ابوك. ليا الفخر ان اللي رباني خالي والخال والد، المهم اني اتربيت. ها وايه تاني؟ بص يا عم بقى، انا مش عارف ايه، انا هروح اقول لهم ايه دلوقتي. بص خد يا عم، ادي الكارت بتاع زعيم العصابه، في العنوان بتاع الخيمه بتاعته ورقم الموبايل بتاعه، وروح يا عم انت بقى فك الاسر المعيز بقى. خلاص انني ساتصرف. غور روح مع المعزه اللي كنت واقف معاها. عبلتي لقد اتحلت الحمد لله من عند ربنا. يعني ايه؟ جبت 100 ناقة حمر؟ لئن وجدت عنده ناقات لأخذتها مكسرا ومحطما وحارقا، وإن لم أجد فأنت يا عبلتي طالقا. سلام عليكم. سوري يا عنتر. أي سوري يا عادل. سوري يا عادل، بجد أنا بعتذر على كل الحاجات الوحشة اللي أنا سببتها لك. أنا أسف. ولا يهمك ولا يهمك، عادي يعني، ما فيش أي حاجة حصلت. أنا ما شفتش منك أي حاجة صراحة يعني. بس إنما ليه يعني يا رانيا؟ إيه اللي حصل لك يعني؟ ما هو أصلي حبيبي زمان كان من ضمن مواهبي الكتيرة المتعددة طبعا اللي أنت عارفها موهبة التمثيل، لكن للأسف بابا كان ممانع يعني، وكان عامل مشكلة إن أنا أمثل نظرا للأصول التركية الفرنسوية السعدية اللي إحنا منها. تركية فرنسوية سعادة؟ ده كويس قوي ان انت طلعت بالعيب بتاع التمثيل ده. بس الحمد لله الحمد لله. مش عايزة اقول لك يا عادل، ياما اسابيع وليالي وشهور شهدت دموعي المبللة على خدودي بسبب قمع ابويا واصراره على ان انا ما مثلش. يلا انا اسفة يا عادل. الحمد لله الحمد لله. ولا يهمك يا حبيبتي، الحمد لله على السلامة يا رانيا. تصبحي على خير. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. عادل تفتكر حد من البيت حس بحاجة؟ حس؟ لا خالص، كلنا ما حسناش بحاجة الحمد لله. لأمك ولأمي ولأختي ولأختك ولا ياسمين حست بحاجة وقالت مالها ماما ولا أي حاجة من ذي. الحمد لله الحمد لله. صباح على خير يا راني. الحمد لله يا عادل طمنتني. الحمد لله يا رب. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. جبت الهدوم المطلوبة؟ جبت كل حاجة يا دولة. هون يا رب رانيا تفضل عيانة على طول. قال هو يعني صحيح واسلام ده اللي هو انه ده دولة؟ في
فيلم واقس لما يا لا اللي هو بتاع لبنى عبد العزيز واحمد مظهر ساعه اما كان حسين رياض ماشي بقى في الشوارع وعمال بيدور على لبنى عبد العزيز وعمال بيقول يا جهاد يا جهاد انت فين يا جهاد ده واختين عليك يا جهاد اه يا دوله لما هي قعدت تقول له انا هنا قدامك اهو سلامه انا هنا ايوه صح يا ساعه اما محمد صبيح كان عامل بقى بتاع التتار وليه شنبات ضخمه جدا كده اهو ودخل قال يا جماعه انا لو عايز اكلم شعب مصر اعمل ايه يا جماعه اه يا دوله صح طب ورانيا دلوقتي يا دوله هتعمل دور ايه في الرجاله دي كلها لا رانيا بقى هتعمل دور شجره الدر انا صحيح يا دوله هي شجره الدر دي يعني شجره بحق وحقيقي اللي هو يتاكل منها حاجه يعني السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا مولاتي؟ زي الفل ايه يا قايبك؟ لسه طمعان في الملك؟ الملك لله وحده يا مولاتي وبعدين انا عايز اسدتك والست في النهاية ملهاش غير بيتها وجوزها افهم من كده ان انت ضد عمل المرأة؟ بالعكس يا مولاتي عمل المرأة على راسي وعلى خصتي من فوق لكن بحدود كل شيء عندي بحدود يعني المرأة حضرتك عايزة تشتغلي ملكة أهلا وسهلا لكن الساعة 2 الظهر حضرتك تكوني في بيتك يعني في وسط أهلك وفي وسط عيالك وتخدمي بيتك وجوزك وعيالك عز الدين أيمن هو نفسه بكر الدين أقطاي بس يقلع القناع أنا مستعد أقلع القميص في شرط علشان تبقى جنبي على العرش يا ترى ماذا هو الشرط دون؟ عايز اعمل دقيقه من موبايلك يا سلام فروماي ايس ايه ده لقد تقلبت حد قلبني اه يبدو ان نسيت الموبايل بيشحن في الدرج بتاع الحصان غبي غبي التردد مرض الجنس البشري عموما الكلام ده سابق لاوانه انا لازم اسال عنك قبل ما نتجوز من غير ما تسالي عني انا مستعد اقولك على كل حاجه انا متجوز واحده يعني لو اتجوزتك هتجوزك عليها بس مش اشكال ومخلف منها عيل اسمه منصور لهبل ولا منصور يهبل ولا منصور يهبل ابويا 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 انت فين يا ابويا انت فين يا ابويا يخرب بيتك يعني اهبل واعمى كمان ليه يا رب ليه يا رب خلتني اخلف عيل اهبل واعمى معقوله ابويا 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 اخلص اخلص عايز ايه انا 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 ك 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 انت هتقضيها ك ك ك ك ك ك هتعيش في الدور بطه ما تخلص ابويا ابويا كلت الحصان بتاعي ابويا كلت الحصان الحصان في بطنها ابويا افتح لي بطنها وهات لي الحصان بتاعي ابويا الحصان بتاعي ابويا انا اسف يا مولاتي للاسف هو ده نتيجه جواز القرايب عموما يا مولاتي بعد اذن حضرتك انا هضطر اسفا افتح بطنك واشقها عشان اطلع الحصان بتاع الواد منصور لهبل ابني ده يلا لا طبعا شجره الدر ما ماتتش كده شجره الدر ماتت بالابائيب عموما عايزه تموتي بالابائيب موجوده عايزه تموتي بالسم موجود عايزه تموتي بالرصاص موجود السيف اساسي ها اختاري حاجه المهم نخلص منك يا رانيا 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 مين انا مين انا فين يا جماعه هو ايه اللي بيحصل ايه اللي بيحصل ايه يا مولاتي انت شجره الدر بس بقى يا اخي يا اخي اسكت بقى بدل ما شقك انت انت رانيا 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 ايوه رانيا وده بيتك ودي اوضه نومك وده مطبخك ودي تلاجتك وده جزمه طب كده ليه دايب يا دوله دوله عادل ايوه يعني يا حبيبي ايوه عادل يا رانيا ايوه كده اخيرا فوقتي كفايه تمثيل بقى ايوه يا رانيا انا عادل